وقع قبل قليل محمود عبد المنعم كهربا على عقود الانتقال الى نادي هاتاي الترك. هاتاي الترك الذي خسر اليوم امام قاسم باشا بهدف، ويعول على محمود عبد المنعم كهربا ان هو يحسن النتائج ويظبط التظابيط ويقفشخ الافشخانات ويدلع الدنيا. هاتاي الترك واخد 8 هزائم في الدوري التركي وعامل 10 انتصارات وتعادل في مباراتين، له 32 نقطه، يتساوى في المركز الرابع مع نادي فنار بخشا التركي. وبالتالي كل الناس النهارده بتعول على محمود عبد المنعم كهربا في هاتاي سبور التركي ان هو يظبط الدنيا ويعمل لهم يعني ويظبط الدنيا مع الفرقه ويكون احد العناصر الهجوميه المهمه والمؤثره. كهربا وقع قبل قليل عقده مع نادي هاتاي التركي، هيتعمل له حفله من زملائه في لاعبي النادي الاهلي. اليوم كان في التدريبات وحضر التدريب وشاف بيتسو موسيماني، لكن كل الصور اللي جايه له الف شكر. ألف شكر ألف شكر، بيودع زمايله وأحبابه في النادي الأهلي للخروج إعارة لمدة موسم. بعد التدريب النهارده حضر ووقع على عقود انتقاله إلى هاتاي سبور التركي اللي حصل على خدماته لمدة سنة إعارة، سنة سوري 6 شهور إعارة، ونية الشراء لمدة 3 سنوات، يحق لهم إن هم يشتروه 3 مواسم اخرين يوقع معاهم. ده الكلام ده في عقد بينه وبينه، ويحصل النادي الاهلي على 3 مليون دولار بهذه الاعاره، يحصل كهربا على 500 الف دولار، والاهلي على 300 الف دولار. تنازل النادي الاهلي عن 200 الف دولار للاعبه محمود عبد المنعم كهربا الذي يحظى باحترام وتقدير اداره النادي الاهلي على الالتزام والانضباط الذي تحلى به طوال تواجده مع القلعه الحمراء. الفكره ان محمود كهربا ادى كل اللي عليه، كان عندي حد امبارح في حواره في الام بي سي بيقول لك مش عارف عاوز اقعد في النادي الاهلي ولا بحب النادي الاهلي وبعشق النادي الاهلي ومش عاوز امشي من النادي الاهلي وما ندمتش لما مشيت من نادي الزمالك. قال لك لم اندم على الرحيل من نادي الزمالك، ولكن هندم لو رحلت على النادي الاهلي بصفه نهائيه. وقال الاهلي بيت وتريزيجيه افضل من رمضان صبح، وقال اتمنى انضمام اشرف بن شرقي للقلعه الحمراء، وقال لم احصل على فرصات كامله مع بيتسو موسيماني لكنه مدرب عظيم يعني يدخل التاريخ ويكون الافضل في القرن العشرين لو كسب دوري ابطال افريقيا هذا العام، هيبقى ثالث دوري على التوالي. ووجه خالص الشكر والتحيه والتقدير الى الاسطوره كابتن محمود الخطيب على دعمه ومساندته له، وقال ان صعب على اي لعيب كوره انه يبقى قاعد على الدكه، فالرحيل هو امر ضروري. وقال نفسي استمر لكن مش هلعب، وصعب التراجع عن الاعاره بعد الخطوات اللي تم اتخاذها. هاتاي سبور التركي حريص على حصول على الخدمات محمود عبد المنعم كهربا، التعاقد تم، يقام له حفله، يرحل هذا الاسبوع زي ما قال لكم اسطوره اليوتيوب وعلى ما وراء البحار منذ ايام قليله. قلت لكم ان هو ماشي ماشي. طيب هرجع بيك فلاش باك لورا عشان ما حدش يقول لي يا انكل ابو المعاطي ما انت من الصيف كنت بتقول انه ماشي. كنت بقول انه ماشي لان الكيمياء مش راكبه، الكيمياء مش راكبه بين كهربا وبين الخواجه. رغم التزام كهربا وانضباطه ورغبته واصراره على ان هو يعمل حاجه مع النادي الاهلي، لكن الكيمياء ما كانتش راكبه. لحد ما قابلني في مارينا وقال لي يا انكل انا قاعد ليه يا كهربا؟ قال لي عشان الغرامه، لكن انا مش مرتاح، الخواجه مش مديني فرصته. ولما حصل على فرصته في بدايه هذا الموسم وكسر الدنيا وكسر الدنيا وقدم مباراه رائعه، اخر مباراه لعبها اللي هي مباراه بطل النيجر فوزين اتنين، عمل 2 اسيست وجول، والفرقه حققت نتيجه كبيره. يجي الراجل بعد كده قال له خليك هنا خليكوا بلاش تفارق، وهقعده في المدح. عشان كده جمهور النادي الاهلي العظيم متعاطف مع محمود عبد المنعم كهربا، يقدر التزام وانضباط محمود عبد المنعم كهربا. تصريحاته بالامس مع ام بي سي مصر زادت من حب الجماهير له وتقديرها العظيم له، ان هو حريص ان هو ما يزعلش حد من جمهور النادي الاهلي، ضحى من قلب لجمهور النادي الاهلي، عنده استعداد ان هو يجي يقعد في النادي الاهلي بس يلعب، او يتقال له انك انت هتتنافس مع زملائك، لكن الخواجه مقعده في المدرجات او في البيت يتابع المباريات ويحضر التدريب. النهارده له صوره معبره جدا عن الحاله اللي هو فيها، يعني هو قلبه طيب وغلبان ويعني مش مؤذي لحد ولا حاجه خالص. اهو يا عم بيقول لك، اهو بيقول لك سلام يا صاحبي، اهو يا سيدي سلام يا صاحبي، اهو يا عم محمود عبد المنعم كهربا سلام يا حبيب قلبي، انا رايح لتركيا 6 شهور وراجع لكم تاني، وربنا يهدي موسيماني يهدي موسيماني. طيب هتقول لي موسيماني مطلعه ينفع يرجعه؟ طبعا ينفع يرجعه، هو لما يكسر الدنيا في الدوري التركي
ويشتغل كويس وحقق نتائج ايجابيه وانت محتاجه مش هتجيبه، خلي بالك اللي جه مكانه هو اللي هيبقى في مقارنه معاه، وهو لويس ميكاسوني. لويس ميكاسوني طول الوقت الناس جمهور النادي الاهلي العظيم هيبقى دايما حريص ان هو يقارن بين لويس ميكاسوني وكهربا، هيقارن العطاء ده بالعطاء ده، الاهداف دي بالاهداف دي، المهارات دي بالمهارات دي. فبالتالي محمود عبد المنعم كهربا يرحل عن النادي الاهلي، وفي قلب كل الحب وكل الود وكل الاحترام وكل التقدير لإدارة النادي الأهلي التي سندته ودعمته على مدار الفترة الماضية، ولكن بيتس موسيماني له رأي آخر. بيتس موسيماني النهاردة حضر التدريب ويعني كان موجود وكل حاجة، لكن الناس زعلانة من بيتس موسيماني عشان رحيل كهربا. يرحل كهربا، ندعو له جميعا بالتوفيق في الدوري التركي، يتألق ويبدع مع احمد ياسر ريان ومصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، يكسروا الدنيا كده ويبقوا صوره ايجابيه للكره المصريه والرياضه المصريه، ويدلعوا الدنيا باذن الله تعالى، ويعود الى القلعه الحمراء الموسم المقبل الا اذا اشتروه ب 3 مليون دولار وقعد، لان العقد يتيح لهم نيه الشراء او نيه البيع او نيه البيع. ماشي، لايك وشير وصلي على الزين، وادعي النفس والوالدين والغير.